قد وبقوة من كل زاوية ألم شتاتي. سيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الداخلية يفتشون القطعات المستعرضة. بارك الله جهود وزارة الداخلية، بارك الله بكم أيها الأبطال، أبطال الدورة 28 المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري وطلاب كلية الشرطة المعطاء، 79 عاما من عطاء كلية الشرطة. الدورة 53 الضباط العالية. إذن انتهى السيد رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيد وزير الداخلية من تفتيش القطع، وبعد قليل ستباشر هذه الكراديس وهذه الدماء الجديدة من أبناء وزارة الداخلية بالمرور من أمام منصة التحية والمباشرة بمراسم الاستعراض. مرحى لوزارة الداخلية وللعراق والعراقيين هذا اليوم الكبير وهذه الدماء الجديدة. وها هي الكراديس بدأت تتهيأ من أمام منصة التحية، تتقدمها راية العراق، راية الشموخ والمجد والإباء والكبرياء، ثم السيف رمز العنفوان والبطولة والقوة. حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل ترحلي، إذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوف عليك من ازدحام الجحفل، فاعصي مقالته واحفل بها، قدم إذا حق اللقاء في الأول. راية العراق، لنقف جميعا لهذه الراية التي بقيت دائما وأبدا خفاقة في عنان السماء. السلام على العراق من زخو شمالا إلى الفاو جنوبا، ومن الكوت شرقا إلى الأنبار غربا. شعار جمهورية العراق، شعار الوحدة والسلام والتآخي، شعار وزارة الداخلية، وزارة التضحيات والقرابين والشهداء، شعار المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، هذه المؤسسة التدريبية العريقة، شعار كلية الشرطة المعطاء. إنه 79 عاما من الجد والجهد والمثابرة والعطاء. والآن ننتقل بكم إلى كراديس المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري من أبطال الدورة 28 دورة الصمود. هؤلاء الأبطال التحقوا بهذه الدورة بالأول من شهر شباط من هذا العام، وكان عددهم 854 طالبا، كان بضمنه 2 من الشهداء أسكنهم الله فسيح جناته. تلقى هؤلاء المدربون مختلف من التدريب البدني والتدريب العسكري وعمليات الشرطة، وتلقوا مختلف العلوم الأكاديمية على يد أساتذة أكفاء. وهنا نستغل الفرصة للحديث عن المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري. هذا المعهد تأسس في العام 1979، خرج خلالها 28 دورة، بينها الدورة التي تمر أمامكم. فقد خرج المعهد آلاف من الضباط. يرتبط هذا المعهد بمعالي السيد وزير الداخلية، ويعد المعهد بوابة العلوم والمعارف في وزارة الداخلية، وهو يعمل على
الضباط والموظفين بمختلف مستويات القيادة الدنيا والوسطى والعليا، وله دور فاعل في استقطاب الموارد البشرية وخلق الدماء الجديدة وفقاً لمتطلبات وزارة الداخلية وفي كل مفاصلها. هذا المعهد يعود جميع المتدربين والإدارية والفنية الحديثة، ويهدف إلى إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالعمل الأمني، ويقوم بتدريب الدورات التأهيلية من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وفي جميع الاختصاصات، كما إنه يمنح شهادة الدبلوم العالي للضباط في مجال العلوم الأمنية. وقد شهد مؤخراً افتتاح جناحي بمستوى مديرية، جناح التحقيق والأدلة الجنائية وجناح، وفي جناح التحقيق يدخل الضباط في دورة أساسية لمدة شهرين يتلقى خلالها مختلف العلوم التي تتعلق بالتحقيق، وهو بمثابة دورة صنف. ولأول مرة يحدث ذلك في وزارة الداخلية. أما جناح القيادة فيعمل على تطوير مهارات الضباط الأحداث ويؤهلهم لتولي المناصب. وها هن الضابطات الذين لعبن دورا كبيرا في العمل الأمني يمرن من أمام منصة التحية. الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي، ضغط الزمان على جميع أصابعي فتفجر الإبداع من أعماقي. أجريت في الصخر العالي جداولا وحملت نور الله في أحداقي. أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصية الفقراء فوق نطاقي، وأنا الجميل السومري الباطلي، كانت يدي إثارة العشاق، لكنما همس الزمان بمسمعي يفنى الأسى وربيع مجدك باقي. رعاك الله يا وطني رعاك، إلى أين التفت معي؟ يريدون انطفاءك يا منير فتزدهر النجوم على سماك. دعونا الله فارتفعت سياجا صلاة الأمهات على خطاك. إذا ضاع العراق فلا حياة ولا شمس ولا قمر هناك. مرة أخرى مرحى لوزارة الداخلية، وزارة الداخلية التي تعمل ليلا ونهارا على أمن المواطن وفي جميع مفاصل الحياة. فترى وزارة الداخلية في المعارك وفي أشرسها، وقد لعبت دورا كبيرا في معارك التحرير والشرف. ونرى وزارة الداخلية على الحدود وعلى السواتر وفي المخافر وفي الدوائر المدنية وفي الجنسية وفي تنظيم حركة الحياة وفي كل المفاصل، وملاحقة الإرهاب وملاحقة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وفرض الأمن والنظام والقانون. كل هذه الخدمات تقدمها وزارة الداخلية، وزارة الداخلية التي قدمت الشهداء والتضحيات والقرابين، التي قدمت كل ما يمكن أن تقدمه بكل صنوفها وتشكيلاتها من أبطال حرس الحدود، من الشرطة الاتحادية، من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من وكالة شؤون الشرطة، من الوكالة الإدارية والمالية، من جميع الوكالات. وأأسف إن لم أذكر قسماً معيناً أو تشكيلاً معيناً، فلا يوجد قسم في وزارة الداخلية ولا مديرية ولا تشكيل إلا وتلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على أمن العراق والحفاظ إقراره. وأبناء وزارة الداخلية قاتلوا ويقاتلون واستمروا ويستمرون في الذود والدفاع عن حياض العراق الغالي. وهؤلاء الذين استنفروا دمهم كأنما هم إلى عرسهم نروا، الواقفون هبوب النار ما عصفت، الرافضون إليها حيث تنفجر، الواقفون طريقا تحيط بهم خيل المنايا والأورين والأصغر.
ومرحبا بهذا الجيل، بهؤلاء الشباب. الدورة 53 من طلاب كلية الشرطة، مرحبا بكم. نحن قدرتكم، مرحبا بدورة ضباط الرعاية 53 الشرطة، مرحبا بهذا الجيل من أسود هذه الوزارة العديدة. غضبة الأرض، مزق الأسوار، وامنح الجمر باللهيب كنارا. لا تمت أمة ويقول باها عندما ترفع الحسين شعارا. مرحبا بشبابنا، من أبنائنا، من إخوتنا، هذا الجيل الذي نمضي به ونمضي معه إلى حيث صناعة الأوطان المسيجة بالإرادات الوطنية الكبيرة التي نراها الآن ماثلة بقامات هؤلاء الشباب. مرحبا بشبابنا، هؤلاء الذين تلقوا مختلف العلوم الأمنية والعسكرية، سينهضون الآن من هذه اللحظة، ابتداء من هذه اللحظة، بالمهمات الوطنية الكبرى، ولا ينهض بالمهمات الوطنية الكبرى الكبار من الرجال، الكبار من القامات العراقية الكبيرة. مرحبا بكم، أنتم تؤكدون لنا اليوم كيف ينبني وطن الشمس بأيديكم وإصراركم وصمودكم. مرحبا بشبابنا، أنتم محور هذه الإرادة الكامنة في الجنود السمراء، القلوب المتدرعة بالإيمان. أنتم الرجال، الرجال الذين نراهن عليهم وعلى قدراتهم، على صمودهم، على بسالتهم، على شجاعتهم، بتعزيز لغة أن هذا البلد باق بكم ومستمر بتفانيكم وفنائكم بذاته العزيزة المقدسة. لا زال أبطال كلية الشرطة يمرون من أمام منصة التحية. الدورة 53 الضباط العالية، واحدة من أكبر الدورات التي شهدت وزارة الداخلية افتتاحها مؤخراً، فيفوق عدد هذه الدورة 3254 طالباً. سيتخرج جزء منهم في هذا الصباح في بغداد، وفي المساء سنذهب إلى حيث شط العرب الخالد، إلى البصرة الفيحاء، يتخرج القسم الآخر منهم هذا اليوم. الضباط العالية 53 جربوا في مواقع مختلفة، منها في الرد السريع، ومنها في كلية الشرطة، وفي كلية الشرطة الثانية حيث البصرة الفيحاء. ألقيت فوق ثراك الطاهر الهدبا، فيا عراق بماذا نبدأ العتبا؟ حبيبتي أنت فاستلقي كأمنية على ذراعي ولا تستوضح السببا. تحية حب إليك يا عراق، وقبلة شوق إليك يا عراق. سيبقى 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 العراق ترابا طهورا وماء فرات. الرحمة
وعليين والجنة لشهداء وزارة الداخلية. هؤلاء الشهداء الذين هم روت دماؤهم الزكية أرض وتربة هذا الوطن الغالي بفضل دماء شهداء وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية. تنعم اليوم كل العراق والعراقيين بالأمن والاستقرار. سلام لأرض تفيض عطاء وعطر ثراها دم الشهداء. فهذا حسين وذي كربلاء. مبارك لكل صنوف وزارة الداخلية وتشكيلاتها. كل ما تشاهده هو جهود استثنائية قدمتها الوزارة متمثلة بمعالي السيد الوزير. وكل ما نشاهده اليوم من أمن واستقرار هو متمثل بإشراف القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ المهندس محمد الشياع السودي الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة في عمل وأداء الأجهزة الأمنية. كما أن السيد وزير الداخلية نشاهده طوال فترة استلامه هو رجل الميدان الأول ويتجول في جميع المفاصل ويتابع كل شيء. فشكرا لكم يا قادة الوزارة ابتداء من السيد القائد العام ووزير الداخلية والسادة الوكلاء الأمناء والمدراء العامون والقادة ومدراء المديريات ومدراء الأقسام وجميع الضباط بمختلف الرتب والمسميات وحتى آخر منتسب في آخر مخبر حدودي على خريطة هذا الوطن الغالي. مرحبا بكم وأنتم تتلون في هذه الساحة المقدسة نصوصكم الوطنية العالية. أنتم شبابنا الذين نتدرع بهم ويتدرعون بنا. غضبة الأرض مزق الأسوار وامنح الجمر من لهيب كيارا. لا تمت أمة ويخضباها عندما ترفع الحسين شعارا. تراب الأرض جنب أقصى التاريخ. الآن مع قراءة الأمر الديواني للدورتين المتخرجتين يتفضل الآن اللواء الحقوق حسين سبهان رسن الساعدي مدير إدارة المواطنية في وزارة الداخلية. قراءة الأمر الديواني. أقرأ الأمر الديواني الخاص بمنح طلاب المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري الدورة 28 رتبة ملازم في قوى الأمن الداخلي. أمر ديواني رقم 23783 استنادا إلى أحكام المادة 78 من الدستور وعملا بأحكام المواد 4 أولا وخامسا وسادسا أولا أليف باء من قانون خدمة وتقاعد الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 بناء على ما عرضه وزير الداخلية قررنا ما يأتي. أولا الطلبة المدرجة أسمائهم في القائمة الأليف الذي يبدأ الواحد الطالب أحمد إبراهيم مهدي أبيت وتنتهي بتسلسل 4 الطالب عبد الخالق فيصل مهدي جبير رتبة ملازم في قوى الأمن الداخلي ومنحهم قدما ممتازا لمدة 2. ثانيا منح الطلبة المدرجة أسمائهم بالقائمة باء التي تبدأ بتسلسل 5 الطالب فاطمة عقدي إسماعيل حمد تنتهي بتسلسل 47 الطالب حازم رضا حمود محمد رتبة ملازم في قوى الأمن الداخلي ومنحهم قدما ممتازا لمدة 1. ثالثا منح الطلبة المدرجة أسمائهم بالقائمة جيم التي تبدأ بتسلسل 48 الطالبة هبة عزيز هاشم ثابت وتنتهي بتسلسل 852
الطالب أحمد عبد الله علي حماش رتبة ملازم في قوى الأمن الداخلي. 4 منح الطلاب المشار إليهم بالفقرات أولا وثانيا وثالثا خريجي الدورة 28 المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ تخرجهم في 28 من الشهر الحالي شهر أيلول 2023. يتولى وزير الداخلية تنفيذ أحكامه محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. أقرأ الأمر الديواني الخاص طلاب الدورة 53 كلية الشرطة ضباط عالية رتبة ملازم في قوى الأمن الداخلي. الأمر الديواني 23 و279 استنادا إلى أحكام المادة 78 من الدستور وعملا بأحكام المادة 5 4 ج من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية قررنا ما يأتي. أولا منح الطلاب المبينة أسمائهم بالقوائم المرفقة ربطا ولن تبدأ بتسلسل واحد، الطالب أبا ذر رزاق زمان سلام الدايني وتنتهي بتسلسل 3266، الطالب يونس مظفر يونس سليمان الجبوري خريجي دورة 53 ضباط عالية رتبة ملازم شرطة في قوى الأمن الداخلي اعتبارا من تاريخ تخرجهم من الدورة في 20 من أيلول 2023. يتولى وزير الداخلية تنفيذ أحكامه محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. شكرا جزيلا. والآن مع مراسم تسليم علم الدورات المتخرجة إلى الدورات اللاحقة. جماعة العلم أصطاد دكاتة. جماعة العلم عادة تجري الآن مراسم تسليم علم الدورة 28 المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري إلى الدورة 29 من نفس المعهد، وتسليم علم الدورة 53 ضباط عالية إلى الدورة 54 ضباط عالية كلية الشرطة. نحن طلاب الدورة الداخلية
خلف العراق عراق آخر يقف، وخلف كل عراقياته شغف، يحوك من جوعه إن جاع سنبلة، ومن جراحات عينياه يرتشف، يظل يمشي لأن الأرض مسكنه، لأن دجلة من عينيه يغترف، لأنه وحده يدري متى يقف. جماعة العلم جنبك صاح التاريخ. والآن التقدم إلى المركز بنسق الاستعراض. دورات المتخرجة أصدق ذكر صاح التقدم بنسق الاستعراض إلى المركز. دورات المتخرجة بطيئة السر. والآن نذهب إلى فقرة ارتداء الرتب، ارتداء رتبة ملازم ثاني في صفوف قوى الأمن الداخلي. دورات المتخرجة أسد أرضى صاح. مبارك لكم هذه الرتبة التي ستكون فخر لكم للعمل من أجل العراق. يا دجلة الخير يا أم البساتيني، حييت سفحك عن بعد فحييني، حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. وأنت يا قاربا تلوي الرياح به لي النسائم أطراف الأفانين. يا دجلة الخير والدنيا مفارقة، وأي شر بخير غير مقرون، وأي شر بخير لا يلطخه طهر الملائك من رجس الشياطين. يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضمون. دورات المتخرجة خذ صاح. التاريخ قسم الشرف، قسم الدورات المتخرجة. يتفضل بترديده اللواء الدكتور اياد عاشور كاظم مدير الشؤون القانونيه في وكاله الوزاره لشؤون الشرطه، فليتفضل مشكورا. دورات المتخرجه اصدق. اقسم بالله العلي العظيم ان احافظ على النظام الجمهوري، النيابة الديمقراطي الاتحادي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بإخلاص وحياد ونزاهة، والله على ما أقول شهيد. دورات المتخرجة أستاري. أيها الإخوة، يتفضل الآن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني بتقديم الهدايا على الطلاب المتفوقين المتخرجين من الدورة 28 من المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري. يتقدم الآن الملازم علي عامر صدام
لا زال السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يقدم الهدايا على الطلبة الخريجين الأوائل، وكان أولهم الطالب أقدم الدورة علي عامر صدام من الدورة 28، الطالب مصطفى حاتم جاسم الأول بالرماية من الدورة 28 المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري. الملازم هبة عزيز هاشم الأول في الضبط العسكري. الملازم حسين خالد صباح حسن الأول بالضبط العسكري الدورة 53 ضباط عالية. الملازم حسين عبد الكريم ياسين الأول في الرماية. شكراً للسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على توزيعه الهدايا على الطلبة الخريجين الأوائل. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائقاً وثواني. على بركة الله يتقدم إلى المنصة الملازم ثاني علي عامر صدام لأخذ الإذن بإنهاء مراسم الاستعراض. دورات المتخرجة أصدار نكار أستاذكم من هم مراسم التخرج سيدي. ختام هذا الاستعراض السلام الجمهوري. السلام الجمهوري سلام خذ. شكراً للسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، شكراً لمعالي السيد وزير الداخلية، شكراً لجميع القادة الحاضرين.